Meine Schülerinnen, wir haben heute meine Familie. Meine Familie. Yani aileti. Meine Familie. Meine Familie besteht aus, العيلة بتتكون من. الأول هنعرف إن في أسماء مذكر. الاسم المذكر أداته دير، أداة المعرفة اللي هي بتساوي ذا في الدويتش اسمها دير، اسمها دير، بنستخدمها للماسكولين. لما أقول عائلتي أنا ماين اللي هي بالإنجلش ماي، ولما أقول عائلتك مثلا أقول حاجة بتخصك أنت يبقى داين، يبقى ماين ضمير ملكية لإيش؟ أنا، وداين ضمير ملكية لدو، بالظبط زي في الإنجليش ماي ويور، ولكن في الألماني أنا عندي المذكر بقول ماين، ماين، داين، لما يكون الاسم مذكر بعدها، هنشوف الاسم المؤنث وهتبان معانا لما ننزل اسم المؤنث. أداة المعرفة للاسم المؤنث دي، أداة المعرفة للاسم المؤنث دي، والملكية ماينه، ملكيتي أنا، ماينه اسم المعرفة المؤنث ماينه، وأداة الملكية لدو اللي هي يو بالإنجلش داينه، يبقى أداة المعرفة للاسم المؤنث دي، وأداة الملكية للاسم المؤنث ماينه أو داينه. أداة المعرفة للاسم الجمع دي زي المؤنث بالظبط، وأداة الملكية للاسم الجمع ماينه اللي هي ملكيتي أنا وملكية الجمع داينه. هنشوف كده مع بعض الكلمات المذكر، كلمات المؤنث والجمع. أول حاجة فاتر، فاتر، قولوا ورايا فاتر. لما أقول الأب يبقى دير فاتر، بابايا ماين فاتر، باباك داين فاتر، وهكذا. هنبدأ نطبق على الكلمات بالطريقة دي. بعد كده موتر، موتر، موتا. لما أقول الأم يبقى دي موتا، دي موتا، أمي مايني موتا، والدتك أو أمك مامتك دايني موتا. الجمع بقى للفاتر والموتر اللي هو بالإنجليش بيرنت اللي هما الوالدين، إلترن، دي إلترن، ماينه إلترن، داينه إلترن، تمام؟ بعد كده برودر يعني الأخ، براذر، برودر، دير برودر، دير برودر، ماين برودر، داين برودر. بعد كده جفستا، جفستا، دي جفستا، دي جفستا، ماين جفستا، ماين جفستا، داين جفستا، داين جفستا. الاتنين مع بعض الاخوات، اخوات صبيان وبنات مع بعض، جفستا، جفستا، ماينه جفستا، ماينه جفستا، داينه جفستا، داينه جفستا. غوس فاتا الجد، جراند فاذر، غوس فاتا، دير غوس فاتا، ماين غروسفاتر، داين غروسفاتر. ممكن نستخدم الكلمة التانية السهلة دي، أوبا، دير أوبا،
ماين اوبا داين اوبا مؤنث غروس موتا غروس موتا دي غروس موتا ماينه غروس موتا داينه غروس موتا. بعد كده ممكن نستخدم الكلمة السهلة دي نفس المعنى أوما دي أوما ميني أوما دايني أوما. جمع بتاعهم غروس إلترين غروس إلترين، بنزود كلمة غروس على الإلترين يبقى إيه؟ زي جراند بيرنتس كده يعني غروس إلترين دي غروس إلترين ميني غروس إلترين دايني غروس إلترين. نكمل في السلايد التاني اللي بعده. برضو نفس التقسيمة مذكر ومؤنث وجمع. زون زون der Sohn der Sohn mein Sohn mein Sohn dein Sohn ابن. البنت بقى Tochter Tochter die Tochter die Tochter meine Tochter deine Tochter دايني تختر. الجمع بتاعهم هما الاثنين كندا او اطفال دي كندا ميني كندا ميني كندا دايني كندا. اونكل Der Onkel, der Onkel, mein Onkel, mein Onkel, dein Onkel. Tante, die Tante, die Tante, meine Tante, deine Tante. Cousin, ابن العم أو ابن العمة أو ابن الخال أو ابن الخالة. Der Cousin, mein Cousin, dein Cousin, Cousine, die Cousine, meine Cousine, deine Cousine. الأربع حاجات أو الأربع أسماء الأربع نومين دول هيبقوا اسمهم Verwandten. Die Verwandten الأقارب. Meine Verwandten, deine Verwandten. Mann. Mann. ليها معنيين رجل أو زوج. Der Mann. Mein Mann. Dein Mann. Frau. سيدة. Die Frau. دي فراو ميني فراو برضو نفس الكلام سيدة أو زوجة ميني فراو دايني فراو زوجتك زوجاتي ميني فراو دايني فراو. هنقول يعني احنا هنجمع الرجل والست على أساس ان هي زي بيبو كده أو الناس دي لويت لويت يعني الناس دي لويت الناس لويت لويت. بعد كده هو طبعا مش من العائلة بس بيبقى قريب من العائلة اللي هو ايه فرويند دير فرويند دير فرويند صديق ماين فرويند داين فرويند. Freundin, die Freundin, صديقة.
Meine Freundin. Meine Freundin. Deine Freundin. Deine Freundin. نجمع بقى الأصدقاء الصبيان، يعني إحنا مش محتاجين نقول جمع البنات عشان كلمة طويلة مش وقتها يعني. نجمع يبقى أصدقاء، دي أصدقاء بقى. Freunde. 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 أصدقاء. دي Freunde. الأصدقاء. Meine Freunde. أصدقائي. Deine Freunde. أصدقائك. نحفظ الكلمات. مهم جدا ان نحفظ الكلمات بالارتكل مذكر ولا مؤنث ولا جمع. رقم اتنين، هنعرف نستخدم معاهم ماين او ماينه او داين او داينه. يعني ممكن يجي السؤال على صيغه ارجنسن كمل اداه المعرفه، او اختار ان كانت اداه المعرفه تختار اداه المعرفه الصحيحه، او البوسيسيف برونومين اللي هو ضمير الملكيه بس يكون مظبوط، هل هو ماين ولا ماينه، هل هو داين ولا داينه. يعني كل ده بيبقى تبعا للاسم ان كان مذكر او مؤنث او جمع. وطبعا بنشوف لو هو بوسيسيف ارتكل ضمير ملكيه نشوف صاحب الشيء، صاحب الكلمه. يعني مثلا انا ده اخويا، بتكلم عن اخويا، يبقى اقول ايه؟ ماين برودر. بتكلم على اختي تبقى ماين برودر. بتكلم على اخوك يبقى داين برودر. بتكلم على اختي تبقى داينه. بتكلم على اختك تبقى داينه جفستر. اقول تاني، بتكلم على اخويا تبقى ماين برودر. بتكلم على اختي تبقى ماين جفستر. بتكلم على اخوك انت تبقى داين برودر. بتكلم على اختك تبقى داينه جفستر. ناخد بالنا ونركز ان شاء الله باذن الله نحفظ الكلمات بالكتابه وبالارتكل، مهم جدا جدا. وبالنطق طبعا بنكرر الكلمات كذا مره عشان ننطق نطق صحيح باذن الله، تتعلموا النطق صحيح معانا. والقاكم على خير ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي. وكان معاكم هير كرم او فيدا زين. الى اللقاء، السلام عليكم.